السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه. لانتم ولا الناس نزاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج، والله يرحم لكم الوالدين. تفرجوا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تفهموا بزاف ديال الحوايج. جاو عندي بزاف ديال الناس في التعاليق اللي دخل عندي الواتساب، ياسين عتاق عتاق عتاق، يوسف الزروالي خرج كيضرب في السعاد والسميره. بزاف ديال الناس جاو عندي، بزاف كاين اللي اتصل بيا في الواتساب، كاين اللي يصيفط لي المقاطع، كل واحد شنو دخلت انا شفت اللايف ديال يوسف الزروالي قبيله. غنعطي الراي ديالي بكل صراحه، كما عارف على ياسين المصداقيه هي المصداقيه. كاين اللي ما عجبوش الحال، كاين اللي عجبو، حتى انا غنعطي الراي ديالي وغادي نقول لكم اشنو كاين وعلاش قلت لكم هذا الراي هذا. حنا عارفين يوسف الزروالي ملي كيتقلق كينفعل في البلاصه. يوسف الزروالي فيه الديفو، انا كنقولها يوسف الزروالي متسرع، هذا من الديفوات اللي فيه، ولكن حقاني هاد بحال هاد الناس هادو ما تخافوش منهم. اللي كيكون كينفاعل وكيخرج داكشي اللي بيتمتم وكيعبر على داكشي على التقلقه ديالو ما تخافوش منه. اقسم بالله نفس الشخصيه انا، انا كنتقلق كنفاعل في البلاصه وكنرجع من بعد كيرجع قلبو بيض. غنقول لكم علاش انا معاه وفاش انا ضده. يوسف الزروالي من حقه يتقلق كما تقلقنا حنا كاملين، لا اصحاب قنوات لا متتبعين، لا قضيه الصلح مقابل التنازل، وقلنا حنا مع الصلح غير هي التنازلات ما يكونوش، هذه كلنا متفقين عليها. ما تنسوش واحد القضيه، يوسف الزروالي هو اللي كان ساند سعاد في الاول، حنا اصحاب قنوات معاونينها ولكن حنا بعاد، هو اللي كان كيدي بلاصه، هو اللي كان كيوقف معاها، هو اللي كان كيمشي معاها للمحاكم، هو اللي كان كيوريها اشنو دير، فهمتو، كينبهها على الخارجات ديالها. تحيه الاخت حنان بانوراما كذلك، وحنا مجموعه من القنوات. يعني ما يبقاش فيكم الحال الا شتو يوسف الزروالي خرج من فاعل بحال هكا وكيعبر على داكشي اللي كيحس به، من حقه. ماشي غتحضريني انا ملي يكون الصداع والمشاكل اجا يوسف الزروالي، وملي يكون الفرح ما تستعصيش معانا، سيرتو كانت غدير غلط كبير اللي غتندم عليه حياتها كامله. ماشي الصلح، تنازلات اللي كانت غدير السريعه. ما تنساوش ان الناس اللي كيدافعوا على السعاد ومنهم الاخ يوسف الزروالي راه مديروا به شكايه من طرف السريعه، من طرف بوكريشه، ومن طرف يسرى. ثلاثه الشكايات على قبل من، على قبل ديك الام. وملي انت غتنازلي ليهم ويمشي للحبس، فكروا معايا في المنطق. انا متفق معاه الا شي حوايج في اللايف قالهم انا ما متفقش معاه عليهم، ولكن شغلو هذا كل واحد كيفاش كيفكر. ولكن علاش انا التمست لي اعذار وعلاش انا يوسف الزروالي مشيت معاه؟ فكرت من هاد الناحيه، قلت ملي كانوا المشاكل كان كيبان يوسف الزروالي في واجهه، وبزاف ديال القنوات سبوه، بزاف ديال الناس عايروه، كاين كاع اللي قال لك كيتحكم في السعاد، كل واحد شنو قال عليه، وتحمل هذاك الشيء. ولكن انت ديك المره سعاد داتها جوج مرات باش تكونوا واقعيين. نهار اللي مشات عند السريعه للسبيطار ما قالتش لينا، تتفاجئنا بالطرف الاخر كيقول فيها، ونهار ديال الصبح ملي بغيتي تصالحي شغلك هذاك. ولكن استشري معنا، نقولوا انا بعيد عليها الزروالي، كاين حنان بانوراما نهضر معاه، ما كنهضرش نهضر معاه في سميتو، نهضر معاه في الكتابه وشنو كاين وشنو كاين، وبالعكس كنا غنفرحوا لك للصبح. ولكن ما نبغوش التنازلات، لان كاين ناس اخرين غيمشيو فيها على قبلك انت، كاين ناس اخرين غير هي واحد القضيه. يوسف الزروالي خاصو يلتمس السعاد عذر، نقول لكم من جانب اش، من جانب كأم نلتمسو لها عذر، كتبقى أم مظلومه وهادشي، نقدروا نقولوا الكبده أثروا عليها، نقدروا نقولوا سحروا ليها، لأن دوك الناس اللي كيديروا الطلاميس السريعه وخرجات مرات عبلو فضحتهم، شهيده شاهد من أهلها، يعني خرجات وفضحتها قالت لها كتعطي السحر وكتعطي الشعوذه، يعني الهضره كاينه، حنا عارفين هاد الشعوذه، عارفين السريعه كتمشي الناظور عند واحد الفقيه، راه ما كتصورش انها كتمشي كل مره في 20 يوم 15 يوم كتمشي الناظور وما كتصورش ليكم، فهمتوا؟ التمسوا لعذر لسعاد. ويوسف الزروالي انا معاه اليوم في الخرجه ديالو، لانه شوفوا غير هو عبر على داكشي اللي شي، كل ما قداش هاد اللايف ما غاديش يبرد، كل ما خرج ودار فيديو ولا دار لايف ما غيبردش. دابا ان شاء الله كنتمنى يطفى هاد الغضب، وكنتمنى ان السعاد تراجع شويه نفسها وتعرف اشنو كدير، راه غتخسر ناس الناس اللي معاها كبار، قنوات كبار، والناس اللي واقفين معاها قلبا وقالبا. الا فقدتي هاد الناس راه صافي، راه غيطحنوك ناس اخرين، وكذلك المتبعين غادي يكرهوك ويحقدوا عليك، هادشي ماشي في الصالح ديالك.
النار ما تعطيش اليد اللي تمدت لك. فهمتوا؟ خاص السعاد تبقى تستاشر مع الناس. حنا عارفين السعاد نية، حنا عارفين السعاد كتغلب الكبدة، ولكن لا تستاشري، ما ديريش بحال هاد الأخطاء اللي غادي يهيجوا عليك الرأي العام وأصحاب قنوات. وأنا متأكد يوسف وسعاد غيتصالحوا غيتفاد الغدر، وداك الشيء اللي كنتمنى، كنتمنى أن يكون الصلح وسعاد تعتذر من أخ يوسف الزروالي، صافي يكون واحد الصلح صافي بيناتهم ويجمعوا يطيو هاد الشيء. أنا ما كنبغيش هاد الخلافات، ما كنبغيش صحاب المجموعة يداو يتخاصموا بعضياتهم وشي كيضرب في شي، ما كنبغيش هاد الشيء. وانتم عارفين هاد الشيء أن الزروالي عصبي وكتغلبو العصبية ديالو وكتخرج هاد ديالو، ومن حقه. أنا براسي أنا كون كان مدير بيا شكايات، أنا وعلى الله كون راه مدير بيا شكايات أبقى فيا الحال. وخرج درت فيديو هاجم فيه سعاد، راكم شتوه، قلت لها سعاد أشنو التخربيق اللي كديري، قلت لها سعاد راك مدلولة علاش؟ باش توقد راسها، باش سعاد تكون على بال. ها الأخت حنان بانوراما قالت لك ما في خباريش هاد الصح أنا، تاتاقو سالي وعاد علموني أنا، يعني هو تي كتستاشري معاهم في كلشي، تا الهادي وتخبي عليهم، راه الناس غيفقدو فيك الثقة. الناس غيفقدوا في الثقه، والناس راه دخلوا الشك يقولوا واش هادشي تمثيل ولا حقيقه، رغم العلم انني انا مأكد ان هادشي ماشي فيلم، وحضرت ليه وعارف بزاف ديال الحوايج ان هادشي ماشي فيلم. ما يمكنش يكون فيلم والسعاده تخسر ملايين صحاح والمحاكم وبزاف ديال الحوايج وتطلعوا الهبوط، وسعاد ما كتصورش بزاف، انا نقولوا باش دير البوز او لا باغا الفلوس، ما كتصورش في قناته وشحال هي ناعسه على قناتها، يعني البوز اللي كان غيكون طرف السريعه هي اللي باغا هذا البوز وهي اللي كتشاجر به. سعاد ما خصش فلوس صحيحه، وانتم عارف الاستاذ الروغاني تبارك الله كنظن انا كنخدم بواحد المبلغ اللي هو محترم وعاد دي بلاصه وبزاف ديال الحوايج، يعني ما يمكنش هذه ديال البوز. انا استبعدوها بعيد الكل، ما كاينش بوز غير سعاد السذاجه ديالها والنيه ديالها. وقلت غنعاودها سعاد راه ما فيهاش نيه، فيها جنيه، ساكنه جنيه ماشي نيه، فهمتوا؟ هذيك الامومه وداكشي غتخرج عليها. وهذا الخرج هذه ليوسف الزروالي في الصالح ديال سعاد باش تبدل لها واحد شويه ودنيها وتعرف شنو كدير. في اخباركم الجاني المصادر موثوقه انهم كانوا باغين التنازل من سعاد ويصيفطوهم للحبس يديروا عليها شكايات. ايوا تتنازلتي صافي، عاد نوضي عاوتاني ديري بهم شكايات، ما يمكنش درتي بهم شكايه وكانوا جلس غيكونوا جلسات وغتنازلي انت، يعني صافي تنازلتي، هما كانوا غيتابعوا بالشكايات. ديك الساعات تخرج تبكي عاوتاني دارت بيا، وحنا ما سيقنش الخبار، حتى غنسيقو الخبار انا داري بالشكايات، حتى واحد ما غيتعاطف معاها، فهمتو؟ كانوا غيديروا لها قالب، والسريعه خطاتها مزيان، كتبتها في ورقه وخطاتها مزيان، باش ان سعاد تهبط للحبس وياخذهم التنازل، ولا شتي شنو وقع لك السعاد يمشي قدام المحكمه، بناتك مشاو مع السريعه وخلاوك، مع مرات باهم اللي يلاه جات، وانت اللي وجعتي عليهم وحملتي عليهم 9 شهور وليكوش والنعاس والرضاعه. وتخلاو عليك، باعوك باعوك، ما كاينش حتى نص ساعة تلاقيتي معاهم وباعوك. هنا تعرفي أن بناتك باغين يصيفطوك الهوية، تبعي الناس اللي كينصحوك، تبعي الناس اللي كيدافعوا لك قلبا وقالبا، تبعي الناس اللي كيبكيو معاك بالدموع، كيبقاو سهرانين الليالي وكيبكيو معاك متبعينك، فهمتي؟ المهم خوتي هذا ولا فيديو، كنتمنى تقبلوا الرأي ديالي وخليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق، تحياتي لكم أخوتي.